رسميا وما حد باقي فقط 3 ديال المباريات لفريق الرشا العالمي في هذا الموسم هذا، والثلاثة ديال المباريات اللي بقاو لفريق الرشا العالمي بحال 3 ديال النهائيات. وحاليا فريق الرشا العالمي مطالب باش ينتصر في 3 ديال المباريات باش يتوج ان شاء الله بثنائيه تاريخيه. فمثلا البطوله الوطنيه باقي له فقط الانتصار في مباراه الاخيره ويتوج باللقب، اما من ناحيه كاس العرش فهو باقي له جوج ديال المباريات. المباراه الاولى هو الانتصار على مولوديه وجده والتاهل لمباراه النهائيه، اما من ناحيه المباراه النهائيه فهو غادي يواجه فيها اما فريق المغرب الفاسي ولا فريق الجيش الملكي. وهنا كيجي السؤال الابرز اللي غادي نجاوب عليه في هذا الفيديو، واش فريق الرشا العالمي قادر باش يتوج باللقب ديال البطوله الوطنيه وكاس العرش في هذا الموسم هذا، خصوصا وكما عارفين فريق الرشا العالمي في بدايه الموسم. حتى شي واحد ما كان كيتوقع باللي فريق الرشا العالمي غادي يتوج بهاد جوج ديال الالقاب، من غير انا شخصيا اللي كنت حطيت توقعات ديالي للفائزين باللقب ديال البطوله الوطنيه، فانا قلت باللي فريق الرشا العالمي في هذا الموسم هذا هو اللي غادي يتوج باللقب ديال البطوله. المهم دابا خلينا من هادشي ونشوف واش فريق الرشا العالمي غادي يتوج باللقب ديال البطوله الوطنيه ولا لا. كما عارفين حاليا فريق الرشا العالمي باقي له اخر مباراه في البطوله الوطنيه واللي غادي يلعبها خارج الميدان واللي غادي يواجه فيها فريق مولوديه وجده. وهذه المباراه هذه كاين بزاف ديال الناس اللي كيقولوا باللي راها سهله، ولكن اللي ما عارفينش هاد الناس بلي هذه المباراه هذه صعيبه بزاف، خصوصا مولوديه وجده خاصو يلعب هذه المباراه الاخيره باش يضمن البقاء ديالو في اللقب. خصوصا فريق مولوديه وجده خاصو يلعب المباراه الاخيره بكل قوه باش بعدا يضمن البقاء ديالو في البطوله الوطنيه. ولكن عاوتاني ما ننساوش في هذه الجوله الاخيره من البطوله الوطنيه ففريق الجيش الملكي غادي يواجه فيها فريق الفتح الرباطي، وهذه المباراه ديال الديربي دائما كتكون صعيبه بزاف، خصوصا عاوتاني فريق الفتح الرباطي راه مطالب باش ينتصر في هذه المباراه باش بعدا يضمن التاهل ديالو لكاس الكونفدرال الافريقيه. على هادشي بالنسبه ليا بواحد النسبه ديال 99%، ففي هذه الجوله الاخيره فريق الرشا العالمي غادي ينتصر كونتر فريق مولوديه وجده، وزيد عاوتاني فريق الرشا العالمي غادي يتوج باللقب ديال البطوله الوطنيه. نمشيو دابا للقب الثاني اللي هو كاس العرش. كما عارفين بلي فريق الرشا العالمي حاليا وصل دور النصف النهائي، وفي الدور النصف النهائي فهو مواجه فريق مولوديه وجده، وفريق مولوديه وجده وكما عارفين في هذا الموسم هذا ماشي واحد الفريق اللي قوي. على هادشي بالنسبه ليا بلي هذه المباراه هذه ما غتكون صعيبه بزاف على فريق الرشا العالمي، والمساله ديال التاهل ديال فريق الرشا العالمي للمباراه النهائيه فهي غتكون واحد المساله وقت فقط، لان بالنسبه ليا بلي فريق الرشا العالمي في هذا الموسم هذا فهو احسن فريق مولوديه وجده بمليون درجه. على هادشي الفريق غادي يتاهل للمباراه النهائيه، وهنا في مباراه نهائيه غادي يواجه اما فريق المغرب الفاسي ولا فريق الجيش الملكي. وبكل صراحه اذا فريق الرشا العالمي واجه فريق المغرب الفاسي في مباراه نهائيه فانا بالنسبه لي اللقب غادي يكون رجاوي، لان كما عارفين بلي فريق المغرب الفاسي حتى هو في هذا الموسم هذا ماشي واحد الفريق اللي قوي. على هادشي بالنسبه ليا بلي فريق الرشا العالمي اذا واجه فريق المغرب الفاسي فاللقب ديال كاس العرش غادي يكون من نصيب الفريق، ولكن عاوتاني اذا واجه فريق الجيش الملكي انها غتكون واحد المباراه اللي طاحنه بكل المقاييس، لان كما عارفين بلي الفريقين غادي يتواجهوا على اللقب ديال كاس العرش. وانا بعد ما فريق الرشا العالمي غادي يكون دار فريق الجيش الملكي اللقب ديال البطوله الوطنيه فهو غادي يحاول ينتقم من فريق الرشا العالمي باي طريقه، وهذه المباراه النهائيه هي افضل طريقه ليه باش ينتقم. على هادشي بالنسبه لي فريق الرشا العالمي واجه فريق الجيش الملكي في هذه المباراه النهائيه فالمساله ديال التتويج باللقب غادي يكون 50% 50%. رقم سير الفيديو هبط الكومنتات وعطوني واش فريق الرشا العالمي قادر باش يتوج بثنائيه تاريخيه في هذا الموسم هذا ولا لا. ويلا تيكل معكم حرفيد وتهلا.